غديا. بالنسبة إلى مشكلة من خلال متابعتنا للعديد من القطاعات والمشاكل التي تواجه القطاع الخدمي وخاصة المواطنين في البلدية، وهي تعتبر من أعظم المشاكل الموجودة التي تلمس المواطن، وهي نقص مياه الشراب في داخل مدينة غريان. طبعا دون شك حين تم ربط منظومة النهر الصناعي بخزان أبو زيان وتم من خلاله دفع المياه إلى الشبكة الداخلية، كانت في فترات سابقة المياه متوفرة ولكن بنسب متفاوتة في كل المناطق، واللي هو طبعا يغذي في كل مناطق الجبل. طبعا المشكلة أصبحت واقعية في حين الاعتداء المتكرر على مصادر مياه التغذية اللي هي موجودة في الأبار في منطقة الحساونة وغيرها، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من بعض المواطنين الذي يمر من خلالهم أو المواطنين الموجودين في بعض البلديات اللي يمر من خلالها المسار بتاع اللي هو منظومة النهر، سواء كان مثلا في منطقة بن وليد أو في منطقة ترهونة أو في منطقة سوق الخميس. طبعا من خلال التقارير الواردة إلينا من السيد المكلف بمنظومة النهر منطقة الجبل الغربي، يعني هناك مؤشرات كبيرة جدا جدا على الاعتداء من قبل المواطنين وتصريف هذه المياه في أماكن غير مجدية، سواء كانت للزراعة أو لغيرها، بالإضافة إلى الاعتماد بالإضافة إلى التكرار في التخريب لهذه المنظومة والمتكرر. دون شك أن هذا سبب وسبب أساسي في عدم اللي هو توفر مياه النهر حتى في داخل مدينة غريان، اللي من خلالها يعني يتم التوزيع المياه من خلال خزان أبو زيان إلى كل مدن الجبل. فمن هنا أصبحت لابد لزاما على البلدية أن هي تخلق بعض المشاريع أو تقوم بصيانة بعض المشاريع حتى يمكن أن هي توفر المياه للمواطن في داخل هذه البلدية. من خلال هذه الدراسات تبين أن هناك العديد من الأبار الجوفية التي كانت تعتمد عليها المدينة في السابق في مياه الشراب قبل حتى ربط منظومة النهر الصناعي، لكن للأسف هذه الأبار البعض منها يحتاج إلى صيانة والبعض منها متهالك والبعض منها يحتاج إلى إعادة تأهيل. تم في السنة الماضية تزويد العديد من الأبار بالمضخات الغاطسة وبعض الأنابيب وتأهيل هذه الأبار. في خطوة أخرى تم الآن أصبح فيه هناك تعاقد من قبل شركة المياه والصرف الصحي غريان على إعادة تأهيل حوالي 13 بئر في داخل الحدود الإدارية غريان امتداء من الرابطة إلى الفروع الأخرى اللي موجود فيها مصادر المياه. دون شك تهالك الشبكة، العمر الافتراضي لهذه الشبكة مازال يعتبر مشكلة من المشاكل. عندك ذلك اللي هو المشروع سد وادي غان والمشروع المقام عليه اللي هو مشروع غريان، مشروع شراب غريان متكامل. هذا المشروع دون شك تعرض إلى بعض الاعتداءات وكذلك إلى الأمر الذي هو يحتاج إلى إجراء عمليات الصيانة والتأهيل لهذا المشروع، واللي احنا في صدد تقديم مذكراتنا الى الجهات المسؤوله اللي فعلا احنا نتمنى انهم هم يكونوا فاعلين وتكون لديهم الرغبه، ونتمنى حتى من الساده الموجودين على في المجلس الرئاسي واللي هم يعتبروا يملكون القرار السيادي انهم هم فعلا ينظروا لهذا الموضوع، لانه هو موضوع هذا حياه ومنطقه غريان او بلديه غريان بشكل عام، يعني منطقه حوالي تمثل عدد سكان حوالي نصف عدد سكان منطقة الجبل الغربي بالكامل. لو مقارنة مثلا احنا قارنا بلدية غريان ببعض البلديات الأخرى حتى من تعداد السكان، احنا عندنا فروع بلدية موجودة في غريان تمثل ممكن عدد سكانها يمثل عدد 2 بلدية أو 3 بلديات من حتى البلديات الأخرى. طبعا دون شك نقص المياه من مصادرها وخاصة من الموضوع اللي هو تعطي موكل للشركة العامة المياه والصرف الصحي وعدم قدرتها لتزويد المياه. هناك القطاع الخاص بدون شك، والقطاع الخاص نعرف حين المشاكل متاعه وخاصة في عدم وجود الأجهزة الضبطية والرقابية والضبطية. هناك بعض الناس ضعفاء النفوس اللي يستغلوا، وخاصة بالنسبة لسائقي الشاحنات المشاكل اللي تواجه فيها من الارتفاع في الديزل، في أسعار الديزل، في القطع الغيار وغيرها.
هل أعطاهم فرصة أكبر في عدم وجود الجهات الضبطية الرقابية والضبطية إن هم يرفعوا السعر؟ وطبعا دائما الضحية هو المواطن البسيط.